مساء الكريم، مساء على في الوتر يرفعون الأصوات بالدعاء وكذا، وبعضهم يضع في طريق أهل البدع إلى ذلك. لا، ما يرفع الأصوات في الدعاء، ولا يطال في الدعاء، ولا يسجع في الدعاء، ولا يتغنى في الدعاء، ولا يرتل كما يرتل القرآن. وهذا هو الأقرب من كلام العلم، وذكره الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الماتع الدعاء، كتاب جميل في هذا الباب، بل يختصر فيه على جامع دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ألا يمل فيه الناس. يبدأ أصحاب كذا ولا ما يبدأ؟ إذا كان يقصد بها، لا شك أن هو يتمثل بالقوم فلا شك يلحق بهم، لكن أغلب الناس أحيانا يكون جاهلا، يكون محتاج أنك أنت تعلمه. فلا نريد أن احنا يعني نتسارع في إطلاق الأحكام، ولا سيما من أناس نعرف أنهم سليم إيش لا، العقيدة. عندما تنصح الشخص يعرف ويتأكد أنه لا خلاص، إذا إذا خطأ. لا خلاص، قول هذا خلاص عاد، إذا أنت أقمت عليه الحجة واستمر على ذلك وعارف أن الخطأ، فلا بأس أن هذا الفعل بدعة، لا شك في ذلك، لكن نأخذ من باب الخطأ والنسيان وتذكير المسلم بمثل ذلك.